لا طبعاً، ما وصلتش لكده بسهولة. كانت فترة صعبة علينا كلنا، ما كانش ليا لازمة بصراحة، وكانت كل الناس بتتخلى عني عادي. آه كنت بسمعهم بوداني، اللي يقول خلي، واللي يقول هاتلي بداله البانة، واللي يقول وده هيجيب إيه يعني. حتى لو حد لقاني مرمي في الأرض ما بقاش يوطي يجيبني، وبيعملوا نفسهم مش شايفيني. لحد ما خدني أستاذ عمرو ودخلني أسطول لتداول الأوراق المالية، واستثمرني في البورصة، ومن وقتها وحياتي اتغيرت 180 درجة وبقى ليا قيمة. وإزاي كل ده حصل وخاصة في فترة التعويم وتحرير سعر الصرف؟ بالعكس، دي كانت أفضل فترة، وكانت فرصة كبيرة للاستثمار والنجاح لينا كلنا، أنا وصحابي وأستاذ عمرو، وعملنا أفضل نتائج. كانت فترة انتعاشة للبورصة المصرية كلها، وبنحقق أرقام قياسية. في النهاية تحب تنصحنا بإيه؟ استغلوا فرصة التعويم عشان ما بتحصلش كتير، واستثمروا وانجحوا، استثمروا بينا عشان مستقبلكم. طب تحب تضيف حاجة تاني؟ آه، أسطول لتداول الأوراق المالية هي السبب الأساسي في نجاحي، وحافظت على قيمتي وعلتني. فبقول لكل جنيه ادخل البورصة مع أسطول عشان تحافظ انت كمان على قيمتك زيي.